إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين وحي شيخنا الفاضل الكريم أحمد مزيد الشنقيطي حفظه الله تعالى وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزيه خير الجزاء على جهوده المباركة التي يبذلها في بث العلم النافع من تراث الشنقيط ومن غيره من العلوم المتنوعة وقد عرفته حفظه الله تبارك وتعالى رجلا من أهل العلم ومن أهل التواضع ومن أهل الحرص على نشر العلم ونشر الدعوة إلى الله عز وجل رأيت ذلك في الموقع الذي كان يقوم عليه والذي ما يزال يقوم عليه موقع شذرات شنقيطية وكان يعني قد عرفنا من خلال هذا الموقع على كثير من العلوم وكثير من المتون وكثير من الكتب التي ما كنا نعرفها استفدنا من ذلك فائدة عظيمة وأسأل الله عز وجل أن ييسر له إعادة إحياء هذا الموقع وإعادة نشر هذه العلوم وهذه المتون وهذه الكتب وكذلك قدر الله عز وجل أن نلتقي به في هذا المجلس المبارك وقبله في بلاد تونس هذه الأرض الطيبة المعطاء التي التقينا فيها بهؤلاء الأحبة وهؤلاء الإخوة الأفاضل الذين في الحقيقة وجدناهم أهلا لنا وما شعرنا قط في لقائنا بهم بأدنى ذرة من الغربة أو البعد عن الأحباب بل نحس أننا مع أحبابنا ونشعر أننا مع إخوتنا الذين هم أقرب لنا من إخوة النسب فأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا الجمع وأن يبارك في هؤلاء الإخوة وأن يبارك في هذه الجهود وأن يخرج من هذه الثلة المباركة من الطلبة من يحملون راية الدعوة إلى الله عز وجل ومن يبثون العلم الشرعي النافع بين الناس في هذه الأرض وفي غيرها من بلاد المسلمين والحق أنكم أيها الإخوة ينبغي أن تفرحوا شديد الفرح بما أنتم عليه من طلب العلم ومن وجود هذه الثلة المباركة من العلماء الذين يبثون فيكم هذه العلوم وفي الحقيقة أنا أغبطكم على هذا المجلس ووددت والله لو يسر الله عز وجل لي أن أكون معكم لأجالسكم ولأستفيد من هؤلاء المشايخ ولأتعلم منهم أمرين العلم الشرعية وطريقة التعلم على الطريقة الصحيحة التي سار عليها أهل شنقيط منذ زمن بعيد وما تزال مستمرة عندهم إلى الآن والتي يسمونها المحضرة أو نحو ذلك ففي الحقيقة أغبطكم وأعلم أن كثيرا من إخوانكم في المغرب أو في غيرها من بلاد الإسلام يغبطونكم على ذلك فلا ينبغي أن تستهينوا بهذا الأمر ولا ينبغي أن تفرطوا في شكر هذه النعمة فإن هذه نعمة بالغة أنعم الله عز وجل بها عليكم فينبغي أن تشكروا هذه النعمة وشكرها بأن تعملوها في ما يرضي الله سبحانه وتعالى بأن تستفيدوا من هذه الدروس ومن هذه المجالس أكثر ما تكون الاستفادة وبأن تحصلوا منها أعظم ما يمكنكم تحصيله من العلوم ومن الفوائد ولذلك أيها الإخوة فيما علمت فإن عندكم برامج متنوعة ومتونا كثيرة تستفيدون منها وتتعلمونها لكن لا ينبغي أن تكتفوا بما تأخذونه عن الشيوخ فإن الشيوخ كما تقرر لديكم وكما تعرفونه إنما هم مفاتيح يفتحون لكم أبواب العلم فلا ينبغي أن يكون الطالب سلبيا يأخذ من الشيخ كل شيء فإذا لم يذكر الشيخ شيئا من العلوم فإن التلميذ أو الطالب لا يفكر في أخذه أو البحث عنه لا ينبغي أن يكون الشيخ
عندك رجلا يفتح لك مفاتيح العلم ثم أنت تجتهد من تلقاء نفسك في فهم هذا العلم وفي الاستزادة منه عن طريق البحث والحفظ وتكرار المحفوظ والمراجعة والمذاكرة والدراسة ونحو ذلك من أنواع الأشياء التي بها يتم طلب العلم الشرعي. ففيما علمت فإن عندكم دروسا في متون متعددة، هذه المتون يعني إذا درست هذا المتن عليك أن تحفظه، وأظن أن هذا لا أحتاج أن أذكر به، فإنه لا علم بدون حفظ، لا علم بدون حفظ، والحفظ والفهم قرينان. فلا ينبغي أن يشغب عليكم بعض الناس بأن يقول لما تحفظون، والآن نحن في عصر جديد ينبغي فيه أن نفهم، والجامعات في العالم كله، يعني يقصد في العالم الغربي، كلها تعتني بالفهم وتعتني بالممارسة ولا تعتني بالحفظ، وزمن الحفظ قد ولى. هذا كله غير صحيح، وهذا كله لا يعد أن يكون تثبيطا لطلبة العلم. فينبغي أن تعتنوا بالحفظ وأن تعتنوا بالفهم. ومما أذكره في هذا المقام أن كثيرا من الناس يقولون هل أحفظ أم أفهم، هل أقدم الحفظ أم أقدم الفهم، كأن بين الأمرين تعارضا. والأصل عندنا أنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند التعارض، وإلا إذا أمكن الجمع بين الأمرين فهو أولى. فإذا أمكننا أن نجمع بين الحفظ والفهم فهو أولى من إهدار أحدهما وإعمال الآخر. وهل الحفظ والفهم متعارضان؟ أبدا، ليس بينهما تعارض، بل الحفظ يساعد على الفهم والفهم يساعد على الحفظ، وإذا جمعت بينهما فذاك هو المطلوب وذاك هو المراد. فينبغي أيها الإخوة أن تعتنوا بالحفظ، لأن العلوم الشرعية كلها مبنية على الحفظ، هذا هو الحق. بعضها في ذلك أظهر من بعضها الآخر، ولكن كلها مبنية على الحفظ. فعلوم اللغة تعتمد على الحفظ كثيرا، والقرآن وعلومه والقراءات ونحو ذلك تعتمد على الحفظ، والفقه يعتمد على الحفظ، والحديث يعتمد على الحفظ. وكان علماء الأمة هم حفاظ أيضا، قبل أن يكونوا من أهل الفهم كانوا حفاظا، كما قال في منظومته الرحبية: احفظ فكل حافظ إمام، كل من يحفظ فهو إمام. وليس معنى ذلك أن تحفظ كما يقولون، كما تحفظ الببغاوات دون فهم، ولكن اجمع بينهما. فالمقصود أيها الإخوة أنكم عندكم متون، هذه المتون تحفظونها، ولا تقل كما يقول بعض الناس أنا لست ممن يحفظ، لأن هذا سمعته أو قد أسمعه من بعض الناس، أنا لا يمكنني أن أحفظ. هذا خطأ، لا يوجد إنسان كائنا من كان إلا وهو قادر على الحفظ، لكن في بعض الأحيان لا يعلم من نفسه القدرة على الحفظ، لأنه لم يجرب أن يحفظ بالطريقة المناسبة التي سار عليها العلماء منذ أزمنة بعيدة، فيقول لا أقدر على الحفظ، ويكون قوله هذا الذي يقوله بلسانه مستقرا في قلبه، فيكون مانعا له من الحفظ. ولكن إذا هو بدأ الحفظ بالطريقة المعروفة فإنه يصل. الطريقة ما هي؟ طرق متعددة، لكن الطريقة تدور على أنك تقلل المحفوظ وتكرره وتديم ذلك، هذه أمور ثلاثة لا بد منها في الحفظ. تقلل المحفوظ، وهذه مسألة نسبية، بعض الناس القليل عنده هو بيت واحد في اليوم أو بيتان، بعض الناس القليل عنده يعني الحد الأدنى عنده مثلا هو 10 أبيات، هو 100 بيت، لا يهم. المقصود أن هذا يختلف باختلاف الحافظة، وباختلاف أيضا دربتك، ما عندك من الدربة على الحفظ. فتقلل المحفوظة مثلا بيتان في اليوم، 5 أبيات في اليوم، يعني مثلا لو حفظت 10 أبيات في اليوم، أتدري كم تحفظ من المتون؟ شيء كبير جدا، يعني في السنة الواحدة تحفظ 3000 بيت و600، يعني أكثر قريب من 4000 بيت، وهذا شيء كثير. يعني في 5 سنوات تحفظ ألفيات كثيرة، وهذا أقصى ما يطالب به أكثر طلبة العلم في هذا الزمان. إذا حافظ 5 ألفيات أو 10 ألفيات فهذا قد أدى المراد منه، يعني ليس المطلوب أن تحفظ كل المتون التي يعني نظمت في الفنون كلها. فتديم المحفوظ، فتقلل المحفوظة وتكرره، هذه هي المشكلة التي يقع فيها أكثر الناس، أنهم ما يكررون، يعني يحفظ البيتين فيقرأهما قراءة جيدة ثم بعد ذلك يقول حفظتهما، وصحيح أنه حفظهما، لكن كما يقول المتخصصون في هذا المجال، في مجال الذاكرة ونحو ذلك، لا تنتقل هذه المحفوظات
من الذاكرة الأولى إلى الذاكرة الثانية الدائمة إلا بالتكرار. وهذا يشبه الحاسوب لما كان متخصص فيه، هناك ذاكرة طائرة أو تطير المعلومات منها، وهناك ذاكرة مستقرة تستقر فيها المعلومات، فانتقال المعلومات من هذه لتلك لا يكون إلا بالتكرار. فكرر، والتكرار له درجات، يعني من يكرر 50 مرة أو 100 مرة أو 200 مرة هذا يختلف باختلاف الناس، لكن كرر إلى أن تجد ذلك قد رسخ في ذهنك، كما تقرأ مثلا قل هو الله أحد فلا تخطئ فيها لأنك كررتها مرارا في حياتك. وأيضا بعد التكرار لا بد من الإدامة، لأن من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الطلبة أنهم لا يديمون الحفظ، فتجده يتحمس، ولكل عامل شرة ولكل شرة فترة، هذا معروف، يعني كل من يعمل لا بد أن يكون له فترة، أن يكون له حماس، ثم بعد ذلك أن يؤول ذلك الحماس إلى ضعف. فالمقصود أنه يتحمس في بعض الأوقات فيحفظ كثيرا، تجده يحفظ 10 أبيات كل يوم، ثم بعد ذلك يخبو حماسه فتجده لا يحفظ شيئا، وينقطع عن ذلك الشهر والشهرين. فإذا أراد أن يستأنف وجد الأمر صعبا عليه جدا، لأن الاستئناف أصعب من الاستمرار، فيجد الاستئناف صعبا، فيحتاج إلى إعادة مراجعة ما حفظ، ثم بعد ذلك إلى حفظ شيء جديد، ويختلط الذي يراجعه بالذي يحفظه من جديد، فتقع الإشكالات. لكنه لو أدام الحفظ كما كان بعض المشايخ ينصحنا يقول احفظ ولو بيتا في اليوم، يعني مثلا في يوم من الأيام أصبحت مريضا ما تستطيع أن تحفظ، يعني برنامجك هو 10 أبيات في اليوم، وهذا اليوم لا أستطيع أن أحفظ فيه، احفظ ولو شطر بيت، ولو بيتا. المقصود أن تجعل ذهنك أو دماغك مستديم الحفظ، يحفظ دائما لكي لا تنقطع عن الحفظ. فالمقصود أيها الإخوة أنكم تحفظون إن شاء الله تبارك وتعالى، وأظن أني ما دام القائمون على المعهد من الشناقطة فهذا يعني من باب من يحمل التمر إلى أهل المدينة، هذا معروف لديكم، ولعل المشايخ يكررون هذا دائما، لكن ما تكرر تقرر إن شاء الله تعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، لا يقول قائل أنا كبير في السن أو أنا صغير في السن، هذه الاعتبارات كلها لا معنى لها، الحفاظ يحفظون في كل وقت، أصحاب الهمم العالية يحفظون ولو في سن 70 أو 80، ونحن رأينا أمثلة على أناس عندنا بدأوا حفظ القرآن في سن 60 و70 وفوق ذلك، ويحفظون بشيء يسير يوميا، ومنهم من حفظ مثلا 10 أجزاء أو أكثر، منهم من ختم القرآن. المقصود أن إذا كان يستطيع وهو في سن 70 أن يحفظ، فمن باب أولى من كان في سن 30 أو في سن 40 أو نحو ذلك. فلا يوجد سن للحفظ، ورب ذي سن عالية جدا له من الهمة في الحفظ ما ليس للشبان ذوي 20 أو أقل. ثم بارك الله فيكم، لا بد أيضا كما قلت لكم أن لا تعتمدوا على هذا الذي تقرؤونه في الدرس، يعني مثلا عندكم متن يشرحه الشيخ تفهمونه، لكن ما تكتفوا بذلك، ارجعوا إلى بيوتكم، هذه العادة في المدارس العتيقة، ارجعوا حين الرجوع إلى البيوت أو إلى الغرف أو نحو ذلك، ترجعون لهذا المتن فتكررونه مرة أخرى، تكرره كأنك تشرحه لشخص آخر، يمكن أن يكون هذا على سبيل المذاكرة بين الطلبة، يعني يجلس طالبان أو ثلاثة، فالذي أخذناه اليوم مثلا الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع مثلا من الآجرومية، ماذا قال الشيخ في اللفظ كذا وكذا، ماذا قال في المركب، ماذا قال في المفيد، وهكذا، فأشرح لصاحبي ويشرح صاحبي لي، فتنتج من ذلك إشكالات ما ظهرت لما كان الشيخ يتكلم، هذه الإشكالات لا تظهر في الوهلة الأولى، لكن حين أنت تجرب أن تشرح لغيرك تحتاج إلى أن تجمع جراميزك للشرح وللبيان، فحين تفعل ذلك تظهر لك إشكالات ما كنت تتوقعها حين تكون في مقام المتلقي، يعني حين تكون سلبيا تتلقى من غيرك، فحين تظهر هذه الإشكالات تبحث عن حل لها إما في الكتب وإما بالرجوع إلى الشيخ ونحو ذلك. ثم أيضا مما ينبغي الاعتناء به هو الرجوع إلى الكتب والمطالعة، لأنه مما تعاب به بعض المدارس التقليدية عندنا مثلا، عندنا بعض المدارس التقليدية ما تزال مستمرة، أنهم يركزون على جانب حفظ المتون وفهمها ولكن دون مطالعة، فيكون الشخص فاهما للمتن
عارفا به جيدا، مثلا في النحو يحفظ الأجرومية أو الملحة أو الألفية ابن مالك أو نحو ذلك، يفهم هذه المتون جيدا ويعرفها، ولكن يكون أفقه ضيقا شيئا ما. لما؟ لأنه لم يطلع على كتب أخرى، يحتاج أن يكمل هذا النقص بالمطالعة، يعني يسميها مطالعة حرة ما دامت أنها غير مرتبطة ب ما دامت أنها ليست مرتبطة بمتون معينة، فلا بد أن تطالع. يعني في النحو مثلا تطالع كتبا متعددة مبسوطة في هذا الفهم، أو في الصرف كذلك قد تكون لبعض المعاصرين من الذين ييسرون أسلوب الكتابة، وقد تكون لبعض المتقدمين، وتقرأ أيضا في الفقه لكتب متعددة. يعني مثلا حين تقرأ الفقه من مثلا مختصر خليل أو من الرسالة أو من ابن عاشر أو نحو ذلك، قد تكون مرتبطا بهذا المنهج التعليمي المالكي لا تخرج عنه يمينا ولا شمالا، والذي ينبغي أن تخرج عنه يسيرا، ويكون ذلك بالنظر في كتابات مثلا المذاهب الأخرى، ما قرره أهل المذاهب الأخرى في كتبهم المتقدمة، ما ألفه بعض المعاصرين المتخصصين في أمور المعاملات أو في أمور الاقتصاد الإسلامي، لهم كتابات جيدة في هذا الباب، الفتاوى التي وضعتها مثلا المجامع العلمية، كتب القواعد الفقهية المتنوعة التي ليست مرتبطة بمتون، إلى غير ذلك من المطالعات الحرة التي ينبغي أن تفعلها، ويكون لك ذلك على شكل برنامج، على شكل منهج علمي أيضا. يعني عندي مثلا متن أقرأه أحفظه أفهمه، وعندي كتاب أختمه كل مثلا 3 أيام أو كل 7 أيام بحسب جهدك ووقتك، كتب للمطالعة الحرة تكون مقررة، إن لم تكن مقررة فتقررها على نفسك. ثم أيضا يدخل في هذا الباب أن مثلا في علوم النحو والصرف ونحو ذلك، كثير من الطلبة عندنا في المدارس التقليدية يعتنون بهذه العلوم اعتناء بالغا، ولكن مع ذلك تجدهم لا يعني لا يهتمون بمكملات هذه العلوم، ومكملات هذه العلوم تكون في كتب الأدب، تكون في كتب الأدب كما تعرفون. فمثلا تجد الشخص عندنا يحفظ متون النحو جيدا كألفية ابن مالك ويتقنها إتقانا تاما، ولكنه إذا تكلم وقع في اللحن الفاحش. لما؟ وأيضا إذا كتب يقع في اللحن الفاحش. لما؟ لأن قراءته لذلك المتن قراءة نظرية مجردة، ولا يمكن أن تتحول بهذه العلوم اللغوية من باب التنظير إلى باب التطبيق إلا بالقراءة في كلام الفصحاء، ويكون ذلك بالاعتناء بالكلام الفصيح عموما، فيكون بالاعتناء بالقرآن الكريم وما كتب في بيان أوجه إعجازه وفصاحته، ويكون بالاعتناء بحديث أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاعتناء بالكتب أو بالشروح التي اعتنت ببيان أوجه هذه الفصاحة، ويكون أيضا بالنظر في كتب الأدب، كتب الأدب المتنوعة شعرا كانت أو نثرا، فإن كتب الأدب هذه هي التي تجمع علوم العربية كلها. فأنت مثلا إذا قرأت في كتاب الكامل للمبرد فتجد فيه شيئا من النحو وشيئا من الصرف وشيئا من علم اللغة وطرائف متنوعة، وقد يأتي بالشاهد الشعري وحتى شيئا من العروض في بعض الأحيان، يأتي بالشاهد الشعري فيذكره ويشرحه ويذكر قصته وما قال العلماء في لغته وفي ألفاظه وما ذكر العلماء في مثلا إن كان فيه شيء في الوزن يحتاج إلى نظر أو ضبط وما ذكروه في تصريف بعض الكلمات ونحو ذلك. فأنت تقرأ في كتاب أدبي مثلا، ولكنك تطبق كل العلوم التي درستها من علوم اللغة، وكذا الكتب الأدبية الأخرى. وحين أقول كتب الأدب ما أقصد بذلك الأدب العصري، أدب الحداثة وأدب ما بعد الحداثة ومثل هذه الكتب والروايات ونحو ذلك، هذه لتزجية الوقت فقط، وإلا فلا تفيدك علما ولا تفيدك أدبا حقا، وإنما أقصد بذلك الأدب القديم في كتبه المشهورة كالكامل والأمالي للقالي والأغاني للأصبهاني وكتب الجاحظ البيان والتبيين أو التبيين كما يقول عبد السلام هارون أو الحيوان أو غيرها من الكتب، أو كتب ابن قتيبة رحمه الله تعالى أو غير ذلك من الكتب، إلى أن تصل إلى الكتب الجامعة التي ألفت في العصر
الموسوعي، لأنه وجد في تاريخ الأمة الإسلامية عصر بدأ فيه تأليف الموسوعات في كل الفنون، من ذلك في فن الأدب، فألف مثل صبح الأعشى ومثل نهاية الأرب ومثل هذه الكتب التي تجدها شاملة لمسائل متعددة في باب الأدب. ثم أيضا الشعر، هذا في باب النثر، ثم أيضا في باب الشعر. فينبغي العناية بالشعر مطلقا، لأنه ديوان العربي كما قال العلماء، الشعر ديوان العرب. فبالشعر نجد، أو في الشعر نجد الشواهد على تفسير القرآن الكريم، وعلى شرح الحديث، وعلى قواعد اللغة كلها من نحو وصرف ونحوها، التي بها نفهم القرآن والسنة. ولو فرضنا أننا ألغينا الشعر كما يريد بعض المتحرقين في هذا الزمان، يريدون إلغاء الشعر الجاهلي كله، وربما يلغون الشعر القديم كله ويقولون هذا مضى زمنه، علينا أن ننظر في الشعر العصري، واتركونا من الشعر الذي يذكر القوافل والإبل والديار ونحو ذلك، واذكروا لنا شعرا جديدا يذكر لنا مشاعرنا وأحاسيسنا. هذا صحيح، لا ننكر، من أراد أن ينظم مثل هذا الشعر أو يقرأه هذا شيء جيد، من باب التعبير عما يختلج في الصدر هذا لا بأس به، ولكن هذا الشعر القديم لا مجال لإنكاره، لأنك إن أنكرته أهدرت قسطا وافرا من علوم العربية كلها، وبالتالي وقع لك يعني جهل شنيع بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرى المجتهدين أو المجددينات كما يقول محمود شاكر رحمه الله تعالى، جمع مخنث سالم، هذا جمع بين المذكر والمؤنث، مجددينات في هذا العصر، هؤلاء تجدهم يشرحون القرآن بما يشاءون ويفسرونه بلغتهم هم، يعني بلغة الجرائد، يأتون للآية القرآنية فيفهمونها باللغة الصحفي وبلغة الإعلام، والحديث يفهمونه أيضا بلغة الإعلام وهكذا. لما؟ لأنهم ما تشبعوا باللغة القديمة. كيف تتشبع باللغة القديمة؟ بأن تقرأ الشعر القديم، وأول هذا الشعر القديم أو أجدره بالعناية به هو الشعر الجاهلي، لأن فيه من اللغة والبلاغة ما ليس في غيره، وحتى المعاني، يعني بالمناسبة حتى المعاني تجد أن شعراء الشعر الجاهلي قد تفردوا بكثير من المعاني التي لم توجد لمن بعدهم. ومثلا شوقي ضيف رحمه الله تعالى في يعني له موسوعة عن الأدب في مراحله المتعددة والمتنوعة، لما يذكر العصر الجاهلي يذكر المعاني التي يتفرد بها الجاهليون، كالتركيز مثلا على التشبيه وأنواع التشبيه، وما لامرئ القيس من الإضافات في باب الشعر وفي باب معاني الشعر، وما لعنفرة أيضا من المعاني اللطيفة التي لم تتفرد لغيره. فالمقصود حتى في المعاني تستفيد، مع أن المعاني تقريبا نحن لا نطلبها، من حيث نحن طلبة علم شرعي لا نطلب هذه المعاني ولا نهتم لها كثيرا، الذي يهمنا هو التراكيب الفصيحة والألفاظ الفصيحة. فتقرأ الشعر الجاهلية وتحفظ منه ما تيسر، وكان علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى يحفظون هذه القصائد، فيحفظون من شعر امرئ القيس ومن شعر المعلقات كلها ومن شعر الجاهليين، ثم يمرون إلى شعر المخضرمين وإلى شعر الإسلاميين من أنفال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وكعب بن زهير، ويعتنون مثلا ببانة سعاد اعتناء بالغا، ولذلك تجد أشهر شرح لبانة سعاد هو شرح ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى، علامة اللغوي، وأيضا يعتنون بشعر من بعدهم كالحطيئة وعمر بن أبي ربيعة وغير هؤلاء، والشعراء الأخطل والفرزدق وجرير، ثم يمرون حتى إلى العباسيين، يعني هذا بحر لا ساحل له، يمرون حتى إلى العباسيين، وإن كان هؤلاء العباسيون لا يحتج بشعرهم، لأنه من جاء بعد عصور الاحتجاج فلا يحتج بشعره، ولكن أيضا يعلمك الفصاحة، يعني حتى لو قرأت للمتنبي والمتنبي لا يحتج بشعره لأنه جاء بعد عصور الاحتجاج، مع ذلك فلأن تقرأ للمتنبي شيئا من شعره خير لك من أن تقرأ في الصحف والمجلات العصرية، فهذه لا تعلمك شيئا. أما شعر المتنبي والبحتري وأبي تمام والشريف وغير هؤلاء، هذه كلها تعلمك عربية فصيحة متماسكة. وقد يرد لبعض الناس شبهة من جهة أن هذه الأشعار قد يكون فيها شيء مما يخل بالأدب، وهذا معروف،
بعض الأشعار نقية سليمة، وبعض الأشعار فيها شيء من المجون أو شيء من الإخلال بالأدب ونحو ذلك. والحق أن هذا لا يضر، وقد ثبت عن كثير من أئمتنا المتقدمين أنهم كانوا يروون هذه الأشعار ويتذاكرونها فيما بينهم على ما فيها من هذه العلات. فهذه الأمور نقرأها لا لكي نزجي بها أوقاتنا أو لكي نتسامر بها في يعني أوقات سهرنا أو نحو ذلك، وإنما نقرأها بنية، ولا بد من استحضار هذه النية. والنية ما هي؟ النية هي أنني بقراءتي لهذا الشعر فإنني أتقوى بذلك على فهم كتاب الله وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا الشعر فيه شيء، نعم وإن كان، وحتى النثر بالمناسبة، يعني حتى الجاحظ مثلا في بعض كتبه يذكر أشياء يعني ماجنة، ويذكر قصصا، وفي الأغاني قصص من هذا القبيل، وفي كتب الأدب عموما لا تكاد تجد كتابا يسلم من هذه القصص الماجنة ونحو ذلك. فهذه تستفيد مما فيها من لغة وأدب، وتترك ما فيها من مجون وسوء أدب ونحو ذلك. فالمقصود هذا منهج الأئمة قبلنا، فيسعنا ما وسعهم، فإنهم قرأوا هذه القصائد وهذه الكتب واستفادوا منها، فنفعل مثل فعلهم، نقرأ مثل قراءتهم، ونستفيد مثل استفادتهم. ولا أريد أن أثقل عليكم معاشر الإخوة الأحباء، لكلمة مرتجلة بحسب هذا السياق، ولكم إن شاء الله تعالى يعني دروس تنتظركم، فأنا إن شاء الله تعالى يعني أنسحب وأترككم لدروسكم. نسلم درس اليوم. أي نعم أطلع. هذا الآن لا، ما درس صباحي من ماذا؟ طيب. يعني لو عندهم أسئلة كانت أسئلة الشيخ موجودة إجابة. لا ليست نوازل في الخيار، هي أسئلة حول الموضوع. رسالة الشيخ ربما الشيخ ربما الشيخ عبد الشيخ أحمد. رسالة.